الله الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في مكان جديد واستاد الأهلي. النهاردة معنا في حلقتنا حاجات مهمة للغاية، نستعرض مع حضراتكم أبرز ما جاء في ملفات مجلس إدارة النادي الأهلي، أيضا استعدادات النادي الأهلي لمباراتي اعتزال حسام غالي مع أياكس أمستردام يوم الجمعة القادم، وأيضا كامبالا سيتي الأوغندي في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا. في البداية برحب بضيفنا الكبير والكاتب الصحفي ورئيس تحرير قناتنا الأستاذ عصام شلتوت. مساء الخير يا فندم، منورنا. أهلا بيك أستاذ محمد، منور وقناة الأهلي، يعني مزيد إن شاء الله من التألق الفترة الجاية، والملفات زي ما أنت قلت كلها هي بدأت إن شاء الله تبقى عامرة بما يسمى تنفيذ كل ما كان تحت عنوان عائلة الأهلي، برنامج الكابتن محمود الخطيب. ربنا يا رب يتم شفاعه على خير، وطبعا المجلس المحترم اللي معاه وكل القطاعات التنفيذيه باذن الله. انا عايز ابتدي بتهنئه كابتن الخطيب لفريق كره اليد. الف مبروك لفريق كره اليد، حصل على بطوله الدوري للعام الثاني على التوالي، استمرار الانجازات واستمرار البطولات. وكان على اتصال بالكابتن عاصم حمال مدير فني لرجال اليد للتهنئه بالفوز والتتويج بدرع الدوري هذا الموسم، ونقل له تحيه مجلس الاداره. كابتن الخطيب دايما حريص على التواصل سريعا مع الاجهزه الفنيه في البطولات. هكذا اعتاد يعني كابتن محمود الخطيب، واللي الناس الاهلي، شعب الاهلي، جمهور الاهلي، ويمكن كل الجماهير العربيه وقبلها المصريه طبعا بتقول عليه محبوب الخطيب، من كتر ما الرجل يعني دائما ما يعني يهتم بنفسه بأدق التفاصيل، فما بالك بقى وأيضا معاه مجلس كلهم من مواليد النادي الأهلي في أعمار مختلفة، لكن بكل تأكيد مواليد النادي الأهلي، شهادات ميلادهم الأصلية حمراء. ومن ثم لابد أنه يبقى متيقن أنه هو ده العرف في الجمهورية الحمراء، أنه لازم دايما تقف علشان تشيد أولا بأنك مصر على الأداء بطريقة أهلوية، والأهم أن تراعي أدق تفاصيل يعني إيه الشعار، ثم تأتي النتائج. مهمة طبعا مهمة، لكن لا يتعامل الأهلي أبدا مع النتائج. عشان كده مع الفوز جنبا إلى جنب مع فرقك وكل العاملين في هذه الجمهورية العظيمة متمسكين بشعار ومبادئ النادي الأهلي، بيأتي للفوز طعم آخر، إنه بيبقى